السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، الغباء المستديم ديال الفقاقير ليس له حدود، وغباء نادر على المستوى العالمي ليس له مثيل أيضا. قال لك سيدي، بعد ما كانوا كيهدوا في الحرب والمغرب وراهم العين الحمراء في المنطقة العازلة اللي تخليت بندر وتفعفعوا كدوينا على نظام الكبرانات وتخلعوا ورجعوا اللور، بداو دابا كيتلقوا في الاكاذيب ديال الخيال العلمي. يوم امس نشرت لكم خبر حول الفضيحة ديال انهم كيجمعوا واحد 10 شاحنات مع بعضياتهم، وكيقول لك غادي يصيفطوا قافلة تجارية لتصدير المنتوجات الفقرورية، منتوجات ديال الأرجل الدجاج بطبيعة الحال. لكن التكليخة ديال هاد الدباب الإلكتروني الفقروري ومن يدعمه، قال لك يا سيدي غادي يصيفطوا معاها مقاتلات سوخوي. زعما أنا حرت، ما بقيتش كنقدر نواجه هاد الغباء، ما بقيتش كنقدر نتكلم على هاد الغباء، ما بقيتش كنقدر نلقى الحجج اللي غادي تواجه هاد الغباء. غادي يصيفطوا مقاتلات سخوي باش يحرسوا شاحنات غاديه برا. دقيقة صمت، لأنه بان ليا الفقاقير فريمون زعما السلوكة ديال الدماغ ديالهم بداو كيتخربقوا. غادي يصيفطوا مقاتلات سخوي بطبيعة الحال جوا باش يحميو شاحنات غادية برا. شاحنات كتمشي ب 90 كيلومتر ولا 50 كيلومتر في الساعة، والمقاتلات غادية ب 200 300 كيلومتر في الساعة، ولا ما عرفتش شحال غادي توصل السرعة ديالها. أكثر من ذلك متابعينا الكرام، باش ندخلوا شوية في الثقافة العسكرية، هل تعلمون وهل تعلم أيها الدباب الإلكتروني الفقروري على أنه ليومنا هذا سلاح الجو الفقروري ما عندوش شي حاجة سميتها بود تهديف؟ شنو هو البود تهديف؟ هو العين ديال المقاتلة على الأرض. المقاتلة الجوية كتركب فيها واحد الجهاز اللي كيقوم بتتبع الأهداف أرضيا باش كيقصفها من بعد بالصواريخ الموجهة. ليومنا هذا الفقاقير ما عندهمش بوت تهديف، وما عارفينش شي حاجه سميتها بوت تهديف، لدرجه بدليل على انه في المناورات اللي كيدير شي حريقه اللي كان كيديرهم بس زعما يخلع المغرب، ودابا ولا هو اللي مخلوع. جميع المناورات، رجعوا تفرجوا جميع المناورات، غادي تلقاو المقاتلات ديالو المهترئه بطبيعه الحال اللي تفلات عليهم روسيا بها، كيشتغلوا بالقنابل الغبيه. القنابل الغبية هي العكس ديال القنابل الذكية الموجهة، كيخدموا بالمنطق ديال البراميل المتفجرة، فحال اللي كيدير السفاح بشار الأسد في سوريا، كيطلع طيارة هزة واحد برميل عامرة يعني بالمتفجرات وكيلوحها. رجعوا تفرجوا وغادي تلقى. باش نصدمكم بالواقع يا الفقاقير ونتحداكم، جيبوا لي مقاتلة ديال سلاح الجو الفقروري عندها بوت تهديف. انا مستعد نشد هاد القناة من الان، انا كنتحداكم من هاد المنبر. عاد خارجين المكلخين ديال الذباب، كيقول لك مقاتلات سخوي غادي تمشي وغادي تحمي الشاحنات. بعد ما كانوا كيهدوا بالحرب والان تراجعوا ودخلوا للسوق جواهم، حتى واحد ما رجع ولا قادر على انه يهدد المغرب بالحرب، لانه ما حدث خلال الايام الماضيه في المنطقه العازله، ارسل رساله واضحه للفقاقير. ما معناه؟ راه يدنا ليست فارغه من السلاح. وصلت الرساله، ودليل اخر على أنهم
تفافعوا ما قدروش يزيدوا في هاد الألعاب ديالهم، وهو أن هاد الشاحنات اللي كيقولوا غادي يصيفطوا فيها الفراقش ديال الدجاج لموريتانيا غادي تمشي من المعبر لموريتانيا. وشفنا كيفاش السائقين ديال الشاحنات الجزائريين داروا إضراب وداروا اعتصام رافضين أن يزج بهم في المنطقة العازلة. وراكم شفتوا الفيديو، واحد كيتكلم كيقول لك أنا ما غاديش نغامر بحياتي في أرض ماشي ديالي أو في أرض ديال الناس. بعد ما اصطدمتم بالجدار ديال الواقع، اصطدمتم بالواقع، وليتوا كتخرجوا بهاد الخزعبلات ديال السخي غادي تمشي مع قافلة تجارية. جيبوا لي شي خبير عسكري، طرحوا عليه هاد الفكرة هادي، غادي يبقى يضحك من هنا لغدا، غادي يضحك من هنا لغدا. كيفاش درتي لهاد المقاتلات غادي تمشي؟ وشكون عطاك الإذن باش أنك تخرق المجال الجوي ديال الدول الأخرى؟ هاد الخزعبلات اللي كيخرجوا علينا الدباب الإلكتروني فعلا محيرة، تتساءل من أين لهم بهذا الغباء، من أين لهم بهذا الغباء. وباش نختم هذا الفيديو متابعينا الكرام ونلقاو في شوية ديال الثقافة العسكرية، سيروا بحثوا على واحد الصاروخ سميتو أمرام AEM-120. هاد الصاروخ اللي هو من يعني الصنف ديال BVR، BVR هو خلف مدى الرؤية، كاين عند القوات الملكية الجوية. الأمرام 120 قادر على إسقاط مقاتلة من 120 كيلومتر، من 120 كيلومتر. راه ماشي سحاب لكم، حنا عندنا الدرونات، راه قلت لكم يدنا ليست فارغة من السلاح. راه تفعفعتوا في المنطقة العازلة بواحد الطريقة، وعندنا طرق أخرى باش نفعفعوكم في أي محاولة تحاولون بها أن تتطاولوا على السيادة ديال المملكة المغربية، لأن هاد المكلخين كيسحاب ليهم هما قوة كونية، هما اللي عندهم سلاح، هما اللي عندهم طائرات، هما اللي عندهم دبابات، حنا ما عندنا والو. ولكن واعرة هاد النكتة ديال مقاتلة سخوي غادي تمشي مع مع قافلة تجارية، واعرة. ضيف على ذلك الاستهلاك ديال اودي اش كنناقش هنايا يا عباد الله، اودي اش داني ندخل في المعطيات العسكريه، واش انا كنناقش داير عقلي انا في العقل ديال الاغبياء ديال الحمير، جالس كنناقش من نيتي وكنعطي الدلائل. لا حول ولا قوه الا بالله، زعما واحد المستوى ديال الغباء اللي لا نظيره. والله ما كاينش شي وحدين في العالم حالفين باش يردوا ريوسهم وضحوكا في حال هاد الفقاقير، مكينش. العالم كلشي يضحك عليهم وهما المسؤولين على هادشي. ضحكنا عليهم في الطوابير، ضحكنا عليهم في الاكسجين، ضحكنا عليهم في البطاطا، في أرجل الدجاج، في مازال حلفانين حتى يرجعوا ريوسهم وضحوكا بمعنى الكلمة. على كل المتابعين الكرام، راه فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. دابا بالله عليكم جمعين 10 ديال الكاميونات وغادي تصيفطوهم لموريتانيا، هزين السيما وهزين الارجل ديال الدجاج، وكتقولوا غادي سوف تغزونا افريقيا، سوف تغزونا الاسواق ديال افريقيا بشاحنات ديال ارجل الدجاج. ومن هنا متابعينا الكرام سوف نختم هذا الفيديو، لانه فعلا كتشوف شي حوايج كتعيا تفكر وكتقول الفقاقير فعلا 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 ظاهرة كونية ما غاديش تتكرر، من ناحية الغباء ومن ناحية الجهل والفشل و الحقرة. حقرونا المروك مجددا. متابعينا الكرام غادي نخليكم هنا، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.